السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكل محبي وكل مشترك وكل معجب لقناه اجيال اندلس النهارده كله مستني مواصفات الامتحان ايه يا ترى الامتحان التجريبي لاولى ثانوي هيبقى مواصفاته ايه النهارده دكتور طارق اعلى المواصفات الامتحان النهارده لكن امتحان تجريبي لطلاب اولى ثانوي طبعا هدفه اختبار الشبكات خلي بالكم ده اختبار تجريبي يا جماعه مفيش منه اي مشاكل ومفيش فيه اي قلق ويا رب يكون هو اخر امتحان ليكم تجريبي وما يبقاش في امتحانات تانية يبقى في بحث قولوا دايما يا رب الثانيه ثانوي طبعا ده تدريب للطلاب، اضاف النهارده الدكتور شوقي في تصريحات له النهارده يمكن الدخول على الامتحان عن طريق التابلت، أو جهاز الكمبيوتر في البيت، أو الواي فاي، أو عن طريق الشريحة. طب الطالب الذي لم يستلم الشريحة؟ ليه؟ عنده وسائل تانية. طيب، نيجي بقى نشوف بقى طريقة الاختبار. الاختبارات هيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن أسئلة متعددة الاختيار، أو صح أو خطأ، أو مقالية، وهي تقيس الفهم. ويستطيع الطالب استخدام الكتاب المدرسي تمام يبقى طريقه الاختبار اسئله متعدده الاختيار عباره عن صح وغلط عباره عن مقال عباره عن اسئله كلها بتقيس الفهم ويستطيع الطالب يعمل ايه بقى استخدام الكتاب المدرسي ولا يدعو القلق وهذا العام يعد الثاني لتنفيذ هذه التجربه واحنا بنستفيد من كل حاجه قال لك برضه توزيع الشريحه هيتم من قبل شركه المصادر الصالات وفتح المدارس توزيع الشريحه احنا قلنا امبارح ومنزلين فيديو بالكلام ده اللي احنا قلنا من الساعه 9 للساعه ايه 5 الجمعه والسبت تمام هنا برضو المدارس فتحت عشان ظروف البلد احنا فيها واكد ان الامتحان نهايه العام هيكون في مايو المقبل للصف الاول والثاني الثانوي لكن التجريبي الاولى ثانوي بس طب المنازل السجون المستشفيات كلها هتبقى ايه بدون انترنت او الكلام ده هيبقى عباره عن ابحاث يوم الاحد ان شاء الله الامتحان التجريبي هيبقى للصف الاول الثانوي تجريبي اللي هو ثانوي بس حتى 22 ابريل حوالي 600000 طالب اي امتحنوا اختبار اللغه العربيه لمده 3 ساعات وبحسب ما الوزاره منزله طبعا الطلاب الاختبار هيبقى في المنازل بجهاز التابلت او الكمبيوتر او المحمول او الواي فاي او الشريحه وجدول الامتحانات انا سايبه لكم موجود في هسيب لكم برده الوصف في اسفل الفيديو وموجود على قناه اجندس وعلى تطبيق اجندس لو انت منزل تطبيق اجندس لو انت منزل تطبيق اجيال الاندلس هتلاقي كل ده موجود عندك في التطبيق، طبعا التطبيق موجود على متجر بلاي. قال لك برضه هيتم اتاحه الامتحان للطلاب على التابلت في الفتره الزمنيه من الساعه 9 الصبح حتى الرابعه عصرا وفقا للجدول، والوزاره كانت اكواد اختبارات التدريبات لطلاب الصف الاول الثانوي، كل طالب هيؤدي اختبار تجريبي بدون درجات كتدريب لجهازه هو تجهيز التابلت، تجهيز الطلاب، تجهيز الشبكات والفتره الزمنيه المحدده الاختبار حسب كل محافظه. ده كان خبر سريع كده كتير جدا سالنا عليه إيه ده مواصفات الامتحان يا جماعه التجريبي انتظرونا في كل جديد واكيد على قناتكم قناه اجيال اندلس لان كل جديد عندنا احنا في قناتنا قناه المصداقيه لان دايما احنا مصداقيه بيكم وليكم ان شاء الله كان معكم اسامه رزق اجيال اندلس نزل تطبيقنا من على متجر بلاي باسم اجيال اندلس ادخل على موقعنا وراسلنا فيه ابعت اي تعليقات اي حاجه انت عاوزها انا معاك اول باول ان شاء الله كان معكم اسامه رزق اجيال الاندلس في امان الله